استعاذة بالله من كل شيطان وبسملة بسم رحيم الرحمن. رب عالم خالق للأكوان وصلاة وسلاما على النبي العدنان محمد ابن عبد الله رفيع المقام صخي البنان. الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق ثم من مضغة فانتظم واتسق ثم أخرجه طفلا فتنفس ونطق. فتبارك الله أحسن من خلق وأطيب من رزق. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سلام على بدر أتم فسلما فأخفى شعاع الشمس حين تبسما. ولما بدا رسول الله في ظلام الليل وانجلى أضيء به الكون بعد أكان مظلما. فقلت لها يا نوك أين دياره؟ قالت أرض البقيع وزمزما. فقلت لها يا نوك أنبع الذلال بكفه؟ قالت نعم وروى العطاش من الظما. وترى في الحبيب محبة لو ذاقها الكافر طبعا أسلما. فقلت لها يا نوك ما الاسم؟ قالت محمد شفيع لمن صلى عليه وسلم. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون، عيش في رحب هذه التلاوة القرآنية المباركة الذي يتلوه علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي وقارئ العالم الأول بلا منازع، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد. ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد قول الله العظيم. بل لهم موعد لن يجدوا تلك القرى أهلكناهم لما
فارتدت
وإذ قال موسى لفتاه ولما
اتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ قال ذلك ما كنا وكيف تصبر
صدق الله العظيم.
شيئا امرأ لقد جئت شيئا امرأ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم صدق الله العظيم قال إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله صدق الله العظيم.
فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا لقد جئت شيئا نكرا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم.
قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن
قال هذا فراق
خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا لا تتكبري فسيأتي يوم وترحلي إن طال بك الزمان أو قصر فعلى الأعناق ستحملي ستزور بيت الدود حتما وفي التراب ستدفني. استمعنا سويا إلى آيات الله البينات التي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي وفخر قراء جمهورية مصر العربية وقارئ العالم الأول بلا منازع وقارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري والعربي فضيله القارئ الشيخ ممدوح ابراهيم عامر القارئ المقيم بمركز ومدينه دمنهور محافظه البحيره. كانت هذه التلاوه القرانيه المباركه على احدى وحدات الهندسه الصوتيه ومكبرات الصوت العالميه والهندسه الكهربائيه ومحطات الديزل الفخمه وكبرى قصور الضيافه المتنقله عبر انحاء الجمهوريه والتي ركبت وجهزت تحت دار طعام لقة الفراشة بجمهورية مصر العربية والمصنفين رقم واحد عالمية تحت دار أولاد فريج مؤسسة الحاج خالد فريج المقيم بالديبة مركز دمنهور محافظة البحيرة. هذه الليلة القرآنية مباركة تنقل لكم عبر كاميرات المنسق العام للحفلات الدينية الباشمهندس احمد الجعبري المقيم بمركز ومدينة ميد الغمر محافظة الدقهلية. الخدمة الفندقية الممتازة تحت ادارة المتر احمد الغول المقيم بدمنهور